يعول اللبنانيون كثيرا على المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود، عل لبنان يبدأ بالخروج من أزمته الاقتصادية من خلال استخراج وبيع النفط والغاز. وما لهذه الخطوة من تداعيات إيجابية على كافة مفاصل الحياة في لبنان، فما صحة هذا الأمر؟ أجاب صوت بيروت انترناشونال عليها وبيروت سيتي الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيير الخوري. أولا هيدا كلام من حيث المبدأ صحيح، لأنه اليوم الترسيم بالحد الأدنى بيعطي توقعات إيجابية لمستقبل التدفقات النقدية على لبنان. ولكن بدنا ناخد بعين الاعتبار شيء تاني. أنا من الناس اللي دايما قلت أنه الترسيم ما بيمشي لحاله، بده يمشي مع مجموعة من الإصلاحات ومجموعة من التوافقات السياسية اللي بده يفوت فيها لبنان على عالم النفط والغاز، وبغير هيك قد يكون مستقبل محفوف بالمخاطر. هيدا من ناحية، هذا صحيح، لكن من ناحية تانية ما فينا ننسى انه في قوى اجتماعية وسياسية كبرى متضررة من عملية الإصلاح، وهي تسعى اليوم لانه يكون الترسيم والتدفقات النقدية التي تتأتى من الترسيم هي مركب خلاص لاستمرارهم في نفس السياسات التي كانت قائمة من هالسنين الطويلة لليوم. هذا اليوم وجه خطورة كتير كبير، لأنه بساعتها أنت عم تستحصلي على ثروة كتير كبيرة لإعادة إنعاش طبقة سياسية واقتصادية منهارة، سياساتها أدت لكل هذا الانهيار. إذا إجا النفط بدون ما تجي معه، إذا إجا الغاز والنفط بدون ما تجي معه كتلة الإصلاحات الضرورية لبناء نظام مستدام، نظام اقتصادي واجتماعي مستدام، نحن بخطر كبير على المدى المتوسط والبعيد، لأنه منكون أموال النفط تم وضعها بأيدي أثبتت عبر الوقت أنه هي أيدي غير مسؤولة اقتصاديا واجتماعيا، وقد تتكرر المأساة مرة ثانية في حال تغير الظروف بالأسواق العالمية أو بحال دخول لبنان بأي أزمة معممة بالمستقبل. إذا ما قدر يستفيد من أموال النفط والغاز من أجل بناء اقتصاد مستدام، والاقتصاد المستدام بده بنية اجتماعية وسياسية كاملة تعمل من أجل الاستدامة. هيدا لهلأ بالتوازنات السياسية الموجودة بالبلد منه أكيد. الأكيد أنه في صراع بين اتجاهين، اتجاه اللي بيقول أنه الإصلاحات هي كتلة بتمشي سوا مع الاستخراج، واتجاه تاني بده الاستخراج من أجل الحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية بالبلد. ما حدا بيعرف صراحة، هو لأنه أولاً التسع بلوكات ما حدا بيعرف بالتسعة شو فيه، بس هو في تقديرات بين 400 مليار والواحد تريليون، بس شلينا من التقديرات. الواقع الحقيقي هو مش مال الغاز، كيف يعاد استثمار مال الغاز؟ أوقات الغاز بيجيب لك تدفق نقدي أساسي بتحلي فيه مشاكلك النايمة، وبدك تروحي تستثمري من هنيك وبالرايح، وهيدا الأساس. الاستثمار هو اللي بيجيب مصاري. عمر الثروة اللي باطن الأرض واستخراجها ما كان باب لمصاري مستدامة بأي اقتصاد. لو كانت الكتلة صغيرة أو كبيرة، المهم إعادة استثمارها رح يصير بأي طريقة، هل بطريقة اللي صارت قبل اللي هي استنزاف لموارد البلد، أم بتراكمات جديدة تسمح ببناء هيكل اقتصادي كبير بيكون النفط والغاز جزء وفقط جزء منه.